مرحبا بكم مشاهدي الاعزاء. وحقيقة يعني يمكن في هذه الايام بنعيش اجواء السلام، السلام الحقيقي دائما بنتكلم عنه. والان داخل الاستوديو معي السيد الاستاذ محمد بركة، رئيس الفريق المشترك لحركتي تحرير السودان المجلس الانتقالي وقوى وتجمع قوى تحرير السودان. انا سعيد جدا انك تكون معي استاذ محمد داخل الاستوديو صباح الشروق، واهلا ومرحبا بك في السودان. وانت جيت السودان يمكن لك فتره بسيطه، اهلا ومرحبا بك. انا طبعا سعيد جدا. نعم، وانت قلت انت سعيد، انا اكثر سعاده. وانا سعيد والله بك. وقناة الشروق بالمناسبة، نعم، في لندن بنستمع ونشوف قناة الشروق. نعم، وأنا مبسوط أن يكون أنا الليلة ضيف عليكم في، نعم، صباح الشروق. أهلا ومرحبا بك في صباح الشروق، ونتمنى يكون البلد أيامه كلها صباحات. أنا قبل ما أدخل معك على الهواء يعني سألتك وقلت لي الأمور ماشية تمام وإن شاء الله كل الأمور مستقرة، كيف لقيت السودان مع الزحمة المرورية الحاصة دي؟ أنا الآن أرى السودان تفاؤل في العيون. نعم، فكلما ذهبت إلى مكان تشعر أن الإنسان بالرغم أنه في معاناة في المواصلات، لكن تشعر أن الإنسان مليء بالأمل. نعم، والأمل هو المحرك للإنسان عشان يعمل بصورة أكبر لمستقبل افضل. نعم، نعم. الامل اللي انت شايفه في عيون الناس وانت لافي زي ما قلت في الخرطوم وفي الشوارع، وانت عارف العلاقات الاجتماعيه بينك كسودانيين، ده اداكم حافز على المفاوضات اللي انتم الان بتجروها؟ احنا طبعا عندنا شعار. احنا نبحث عن السلام. نعم، فنقول ان يكن السلام في السماء سنطير إليه لنأتي به. تمشي تجيبه؟ نمشي نجيبه. نعم، وإذا كان في الأرض سنحفر حتى نأتي به. نعم، الكلام. وإن كان سلامه يباع في الأسواق فسنجمع المال الذي نشتريه به. هذا كلام جميل. فهذا هو شعارنا. لأننا عانينا في الغربة. عانينا، وجدنا مصاعب ونحن خارج بلدنا. البلد في الحناية، السودان معنا دائما. لكننا كنا نتمنى متى نكون في بلدنا، فهذا هو الذي أتى بنا إلى هنا. نعم، فكلنا أمل إن شاء الله. نعم، أن نرى وطننا في مقدمة الدول إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، أنا داير أشوف يعني المفاوضات الآن بتجري، والواحد بيتابع في الميديا في كثير تفاؤل. نعم، وانت يعني رئيس وفد مشترك لحركتين، يا ريت تكلمني بكل وضوح وصراحه، يعني الناس الان بتشاهدنا، هل في تقدم في هذه المفاوضات؟ الناس الامل اللي جواها ده اكبر، ولا الناس يعني خايفه؟ يمكن في العهد البائد السابق الناس كان بتشوف جولات وجولات وجولات وننتهي لا شيء. الوضع في هذه المره الوضع يختلف تماما. نعم، الحكومه جادة. ونحن في الجبهة الثورية جادون. وكلنا ينطلق نحو الآخر عشان نلتقي في مكان جميل نصنع منه الوحدة، نصنع من السلام. نعم، فالحكومة هذه غير الحكومة السابقة. نعم، ونحن أصلا شركاء في هذه الحكومة، في هذه الحكومة بالمناسبة. يعني نعم، يعني انتوا ذاتكم من تصدروا القرار وانتم من تناقشوا. احنا جينا عشان يعني نخلي الناس يعرفوا انه هناك ناس في الكفاح المسلح يضعون السلاح جانبا ليمسكوا الاقلام والاوراق ويبشروا بالمستقبل الجميل. انا اتكلم معك بكل صراحه. نعم، كثيرين جدا بيفتكروا انه الناس اللي شايلين السلاح ده صعب جدا انه يجي يقعدوا، يعني حتى لو قعدوا ما هيحصل سلام، هيرجعوا تاني عشان تاني تكون في جولة مفاوضات. وانت جاي من بريطانيا، وفي اللي بيرى انه والله الجماعة دي قاعدين في بريطانيا مرتاحين بيجوا يعملوا المفاوضات ويرجعوا تاني يقعدوا في بريطانيا. هو فعلا الناس محقين. نعم، لماذا؟ لانه جرت مفاوضات
عدة، والذي لدغ من جهر يخاف أن يلدغ مرة أخرى. نعم. فالناس تخوف في مكانه بالمناسبة. لكن هذه المرة نريد أن نرى تفاؤلنا يمشي على الأرض. نعم. لأن الحكومة الآن حكومة شعبية جاءت بإرادة شعبية بعد نظام ديكتاتوري. فلا شك أننا في الجبهة الثورية متفائلون جدا، وعلى الناس أيضا أن لا تبالغ في الآمال إلى أن يروا السلام يمشي على الأرض. فنحن لا نقول بأننا جئنا بكل شيء، لا، والسلام طريق طويل. لأن الذي جرى في السودان وخاصة في دارفور كانت آلام، كانت دموع، كانت دماء. هذه الدماء وهذه الدموع لن تزول بمجرد توقيع على اتفاقية أو اتفاقية نسميه السلام. لا بد أن يكون هناك عمل جاد، ولأن الحروب في دارفور اللي استمرت أكثر من عقد ونصف خلقت مجتمعات فقدت الأمل في الحياة. ناس بيوتهم اتحرقت، آبارهم دفنت، طردوا من بيوتهم، من مزارعهم، جمعوا في معسكرات، جمعوا في معسكرات. أبناؤهم الذين جاءوا في هذه الفترة لا يعرفون شيئا عن أوطانهم، أماكنهم، إنهم مشردون في وطنهم. فنحن نريد أن نضع الأمل والبسمة في شفاههم. وذلك لا يتم بمجرد أن نتمنى. فآثار الحرب كبيرة، كانت مدمرة. نريد أن نعيد المجتمع إلى سابق عهده، نريد أن نخلق من هؤلاء المشردين والنازحين واللاجئين في بلاد الغربة، لا شك أنهم عانوا من الذل. ذل. هنا الناس لا يعرفون ما معنى الذل. الناس لا يعرفون ما معنى الطرد من البيوت، من بلدك، من أرضك. ما معنى، لا يعرفون معنى الطفل الذي يكون مشردا لا يعرف أين أباه، أين أبوه أو أمه أو أخ، ولا أين يتجه، ولا أين يتجه. نعم. كثير من الناس هنا وخاصة في الخرطوم كانوا لا يعرفون ماذا يجري في دارفور. نعم. لا يعرفون شيئا. نعم. الإعلام لم يكن يسلط الضوء على هؤلاء. ربما كان طبعا الإعلام كان مجبور. نعم. كان مجبور، نحن نعرف ذلك. لكن يقولوا خادم الفقيه مجبور على الصلاة ومرات يصلي بدون وضوء. نعم. نعم. فنحن الآن جينا هنا عاوزين نخلق مجتمع جديد، مجتمع سودان لا إقصاء فيه. في سابق الزمن وحتى الآن كثيرون من السودانيين لا يرون أنفسهم في مرآة البلد. نعم. هم غائبون. فالغائب الذي لا يرى نفسه في المرآة لا شك أنه لا يهمه إن يدمر هذا البلد. لا، مش البلد بقى، نقول يكون المرآة. نعم. ده كلام جميل. نعم. أستاذ محمد، أنا دارز السؤال، أنت قبل قلت نقطة مهمة جدا لما سألتك، قلت لك هل المفاوضات هتكون زي السابقة؟ أنت قلت لي الحكومة بتختلف. نعم. حكومة شعبية. نعم. بتختلف في شنو؟ يا ريت تكلمني شوية عن إنه ليه كل المشاهدين وكل المتابعين الأمل البرز في عيونهم شعرين إنه في تلاحم حتى بين المفاوضين، إذا كان في الحكومة الانتقالية أو الحركات أو يعني كل ما يهم السلام، الآن شعرين إنه الناس وحدة واحدة. السبب شنو؟ أقول لك حاجة. كنا في أول أكتوبر في أديس أبابا. نعم. جاءنا وفد من المجلس السيادي. نعم.
الأخ محمد التعيشي والأخ محمد الفكي. نعم. لما تخش في قاعة الاجتماع مجلس السيادة في هم جونا في في, في في أديس في أديس. نعم. واجتمعنا سويا. المراقب لما يجي يخش ما يعرف مين فيهم الحكومة ومين فيهم في الدولة ومين فيهم الكفاح المسلح. ده شيء بيأكد ترى الفكي أو التعيش يتحدث وكأنه هو من الكفاح المسلح. نعم. وترى ياسر عرمان مثلا تراه وكأنه هو الحكومة. كأنه الحكومة. نعم. إذن نحن متلاحمان. نعم. لكننا يجب ألا نجري كثيرا وراء الآمال ربما تكون زائفة. نعم. نريد شيئا نتمنى أن لا تكون زائفة. ونحن نريد ذلك. نعم. نريد شيئا عمليا قويا عمليا حتى يشعر المواطن بأن حكومتنا حكومة جادة وأن الثوار أيضا جادون. ده كلام. طيب أنا قبل ما أختم هو بيقول لي الزمن انتهى وبيقول لي باقي لك 30 ثانية. أنا في 30 ثانية دارك تبشر الشعب السوداني اللي واضع آمال عريضة على هذه الحكومة الانتقالية وعلى الحركات أو على الجبهة الثورية عموما إنها تقعد وإنه الناس يتفقوا والسودان يمشي لقدام لأنه كلنا في دارفور في الشمال في الغرب في الوسط الناس تعبت بصورة كبيرة جدا يا سيد محمد. والله أنا أقول للشعب السوداني أول حاجة عاوزين الوحدة. نعم. لأنه بدون الوحدة لا نستطيع أن نعمل شيئا. نعم. ومع ذلك نبشر بأن الأمل قريب وأن السلام آت وإن شاء الله سننعم بسلام وأمن في بلدنا. يعني حنحتفل قريب إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. أنا بحييك كثير جدا سيد محمد بركة رئيس الوفد المشترك لحركتي تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوة تحرير السودان وسعدت بك وسعدت بالبشارة اللي انت نقلتها للمشاهد ونتمنى انه كل الامور دي تمشي لقدام ونقعد كلنا وعشان ما السودان نمشي لقدام. وانا اكثر سعادة واكثر املا. اهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك. اهلا ومرحبا بك وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا في هذا الصباح وما زلنا نتواصل معكم ولكن بعد الفاصل.